السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أم هود. إن شاء الله بإذن الله اليوم غنوريكم طريقة ديال كيفاش ديروا الكنافة إن شاء الله بطريقة ناجحة ومبسطة إن شاء الله بإذن الله. كنا في الفيديو السابق وريتكم كيفاش تصيبوا العجينة الكنافة. من بعد ما صيبناها قطعناها بحال هذا الشكل هكا رقيقة، هانتوما كتشوفوا كيفاش مقطعه. دابا هنايا عندنا غنمشيو مرحله بمرحله، تبعوا معايا باش تفهموا. غنحتاجوا هنايا كاس ديال الزبده مذوب، هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نسقي فيها. بسم الله نخوي عليها هاد كاس ديال الزبده كامل. ندخلو فيها هاد الزبده بحال هكا كامله، حتى تدخل فيها الزبده كامله يولي لونها اصفر كيف ما كتشوفوا معايا. غنمشيو مرحله بمرحله باش تفهموا ويجيكم ان شاء الله الحلوه سهله باذن الله. ها انتما دابا دخلنا فيها كاس ديال الزبده مذوب، هانتوما من بعد ما دخلنا الزبده غنقسموها في النص بحال هكا. غناخدو مول ديال الزاج، هانتوما غناخدو هاد المول غنوضعو فيه نص ديال الكميه ديال العجينه ديال الكنافه اللي مذوب فيها كاس ديال الزبده. هانتوما طريقة سهلة جدا، ندرقو ما نخليوش شي بليصة كتبان خاوية فارغة بحال هكا، ونبركو عليها بحال كنعجنوها. والنصف الاخر غنخليوه من بعد ما نديرو الكريمة ونديرو السيروم غنخويوه فوق من الكريمة بحال هكا مزيان، ضغطو مزيان. ودابا ان شاء الله غنخليوها على جانب وغنتقلو باش نوريكم طريقة ديال كيفاش ديرو نصايبو الكريمة ان شاء الله اللي غنخويو فوق منها. يلا ننتقلوا للمرحلة ديال الكريمة. دابا غادي نعطيكم المقادير ديال الكريمة والسيرو في نفس الوقت. غنبداو حاجه بحاجه، نبداو ان شاء الله باذن الله بالكريمه هي الاولى. عندنا في الكريمه ان شاء الله غادي نحتاجو 4 د المعالق ديال النشا، جوج معالق هنايا ديال الماء زهر، جوج معالق ديال سنيده. وبالنسبه للسيرو غنحتاجو كاس ديال سنيده معاه كاس ونص ديال الماء، كاس ونص، كاس يكون غير النص ديالو. ديما انا العبار ديالي في الفيديوهات ديالي بكاس د العنبه. يلا نبداو على مشيئة الله. غادي ناخدو 4 د المعالق د النشا، نص سيترو د الحليب، نسيت ما قلتلكمش الحليب، القدر ديال الحليب، نص سيترو ديال الحليب، 4 د المعالق د النشا، غنزيدو عليهم جوج معالق ديال سنيده، وغنزيدو جوج معالق ديال الماء زهر، غنخلطو هاد المكونات مزيان بالفوي حتى يتخلطو لنا مزيان، يندمجوا مع بعضياتهم بحال هكا باش النشا ما تبقاش مكوره. وغنحطوه فوق نار مهيله حتى تعقد لنا الكريمه. غنحطوه فوق نار مهيله حتى تعقد الكريمه. دابا غادي نمشي معاكم كيفاش نديرو نصايبو السيرو. قلنا قبيله المقادير، عندنا نخويو كاس ديال العنبه، كاس ونص ديال الماء، ضروري يكون كاس ونص ديال الماء في كاس ديال سنيده.
هذا هو السيرو ديالنا، غنخليوه يغلي، نحطوه فوق البوطه حتى يغلي مزيان، وغنخليوه نطفيو عليه ونخليوه يبرد باش ملي نجبدو الحلوه من الفران نسقيوه بها يكون داك الساعه بارد. ها نتوما دابا من بعد ما درنا الكريمه فوق البوطه كتغلي، ها هي بدات كت على نار مهيله بدات كتجمع، نتوما كتشوفوا بدات كتقال هكا. غادي نطفيو عليها والسيرو ديالنا هو غلا حتى هو، صافي غنطفيو عليه ونخليوه يبرد. دابا من بعد ما عقدت لينا الكريمه ديالنا هي هادي، غادي نشدوها غادي نخبيوها فوق العجينه ديال الكنافه. بسم الله كما كتشوفوا غادي نسرحوها مزيان فوق العجينه بحال هاد الطريقه هكا. حاولوا ما نخرجوهاش بزاف الجناب باش ما تسيحش لينا وتقطع لينا ان شاء الله بكل سهوله. ها نتوما كتشوفوا مقادوها باش تجي مقاده. دابا غادي نمشيو ناخذوا العجينه اللي كانت بقات لينا ونخبوها فوق من الكريمه بهذه الطريقه. نحاولوا نغطيو اي بلاصه، ما نخليو حتى شي بلاصه الكريمه كتبان، نغطيوها كامله غير بشويه باش تنجح معنا ان شاء الله بكل سهوله. دابا ما نحتاجوش نضغطو حيت دابا كاينه الكريمه، الا ضغطنا غتسيح الكريمه. شوفوا اي بلاصه كان بانت لينا خاويه نخوف فيها ديك العجينه ديال الكنافه. دابا من بعد ما طابت الكنافه ديالنا هي هذه، هي كتشوفوها كيفاش تحمرات اللون ديالها كيفاش كيجي، كتجي مقرمشه، كتجي مقرمشه جدا. ها نتوما كتشوفوا معايا، غناخذ السيرو هنايا اللي صايبنا من قبل خلينا حتى برد. ها نتوما كتشوفوا كيفاش غادي نبدا نسقي فيها شويه، نسقيها كامله بعد السيرو. كتجي مقرمشه ولذيذه، نبغيكم تجربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا. نسقيوها كامله ما نخليوش شي جهه ما نقيسوهاش غير بشويه. انتما كتشوفوا خاصها تسقى وهي سخونه، انتما كتشوفوا كيفاش مازال كتغلي مع سخونه. المرحله الاخيره مرحله التزيين، نقدروا نزينوها باش ما عندنا في الدار اللي متوفر عندنا في الدار نقدروا نزينوها به. دابا انا غنزينها باللوز ايفيلي بعد ما حمرته واحد شويه، غادي نزينها به. بسم الله نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من بعد ما كتحمر، وكنزينوها باللوز ايفيلي كتجي بنينه ولذيذه بزاف. كنتمنى من الله تجربوها غتعجبكم. دابا ها الكنافه ديالنا من بعد ما وجدات وسالينا لها التزيين ديالها وبردات وقطعناها، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها ومقرمشه، كتجي القرمشه ديالها ما كاينش بحالها. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي واعره زوينه، ها نتوما كتجي مقرمشه وبنينه كتجي زوينه. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها، والا عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك وضغطوا على جرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. دابا من بعد ما كملنا التحضير ديال الكنافه ديالنا، ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات، هانتوما شوفوا كيفاش جات مقروشه زوينه بعد ما تحمرات. كتكون داك القرمشه ديالها زوينه ان شاء الله باذن الله تجربوها غتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي معايا، كيفاش كتجي بنينه
كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها، راه ساهله التحضير. ولا عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك وعلى جرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.